السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض موضوع التسليح أو الثريبر أو الريبار، هو إزاي أضيف القناة أو حديد تسليح في برنامج الريبار. طيب أنت ممكن تعمل سيلكت للعمود، هيبدأ يظهر لك الريبار، أو إن أنت تختار مكان ستراكشر الريبار وتبدأ تحط التسليح بتاعك. فأنا مثلا لما بقول له ريبار بيبدأ يقول أنت ممكن تعمل سكتش للريبار. هل انت عايز ترسم على الكرنت تورك بلان الحالي ولا الكفر اللي قريب منك ولا الكفر البعيد الناحية التانية؟ طيب لو انت عايز تغير الشكل دوت هتلاقي الاشكال هي موجودة، تقدر تختارها وتقدر تختار الخصائص بتاعتها من هنا، وتقدر تختار مثلا للميري كفر ريفرنس اهوت. تقدر تشوف انت عايزه بارج ولا عايزه بيربنديكولار اهوت، تمام. تقدر تشوف الحاجات برضو في ال 3D او في السكشن زي ما انت عايز. طيب فرض ان انا عايز اعمل بيربنديكولار على الكفر اهوت، فتقدر تختار مثلا حديد زي دوت اهو وتعمل سيلكت ليه وتقول له مثلا هل انت عايز مره واحده ولا فيكسد نمبر، طب العدد انت عايزه قد ايه، تمام. وبعد ما تخلص تقدر تاخد ديت وتعمل لها كوبي او تعمل لها اري زي ما انت عايز. طيب خلينا نشوف في السكشن اهوت، جود فيو ظهر عندي بالشكل دوت، وده الريبار اللي احنا عملناه اول مره. فهقول له مثلا فيكسد نمبر انت عايزه كم مره، فتقدر تكرر زي ما انت عايز اهو بالشكل دوت. عايز تشوفهم كلهم ولا عايز تشوف اول واخر واحده ولا عايز تشوف اللي في المنتصف زي ما انت عايز؟ تقدر تعمل سيلكت، تقدر تعمل ليو هوست لو انت عايز تنقل الحاجه للهوست اخر. دي كلها امكانيات البرنامج بيديها لك.